أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة اليوم. أولا قبل أن أقدم موضوع الحلقة وضيف حلقتنا الليلة، أود أن أقدم تحية إعزاز وتقدير لجمهور قناة الصحة والجمال، وتحية خاصة لكل الناس اللي بحبهم جدا جدا جدا، المتابعين بشغف لقناة الصحة والجمال واللي أصروا على متابعة برنامج الصحة اليوم هذه الليلة. أعزائي، موضوع الليلة هو موضوع في غاية الأهمية، قضية أعتقد أنها من أشد القضايا المجتمعية خطورة، وهي قضية التحرش الجنسي. أعزائي، ربما يتبادر إلى الأذهان في بداية حديثي أو للوهلة الأولى أن التحرش الجنسي قد قتل بحثا على المستوى الإعلامي، ولكن أعتقد أن هناك شكل من أشكال التحرش قد غفله الكثيرون من القائمين على العمل الإعلامي، وهو التحرش الجنسي في العمل. التحرش الجنسي في العمل هو شكل من أشكال الوباء الذي تفشى في مجتمعنا وازدادت معدلاته بصورة خطيرة جدا في الفترة الأخيرة، في ظل انفلات ربما أو في ظل توترات شهدتها المنطقة. أعزائي، يشرفني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور سامح مختار، محاضر التنمية الإنسانية. برحب بك يا فندم. دكتور سامح، يعني موضوع التحرش الجنسي بشكل عام وبعد كده هنتكلم عن موضوع العمل، أنا عايز حضرتك تصف لي مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة لك إيه هو؟ شوف، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الموضوع ده موضوع شائك في مجتمعنا ولكنه موجود، ومن الخطأ إن الناس يعني تتستر على مواضيع حساسة وقوية يعني ما تفرزهاش على السطح علشان يتم مناقشتها ويتم وضع حلول ليها. نعم. الحقيقة هناك من الإحصائيات، يعني عشان نعرف حجم المشكلة، يعني دراسة اتعملت عدها المركز المصري لحقوق المرأة في ده، الكلام ده في 2008 كمان، كانت بعنوان غيوم في سماء مصر، كانت بتتكلم عن ان 83% من المصريات و98% من الاجنبيات تعرضنا بالفعل للتحرش الجنسي باشكاله المختلفه. نعم. وان 64.1% من المصريات تعرضنا للتحرش بصفه يوميه، و33.9% تعرضنا للتحرش اكثر من مره، وان 3.9% للتحرش بصفه شهريه، وجزء كبير منهم من المحجبات، ودي هيبقى لينا عندها وقفه ليه جزء كبير من المحجبات علشان هنتكلم عن ايه هو الحجاب. نعم. ببساطة عشان نقرب للمشاهد، هو التحرش نوع من أنواع السرقة، وهناك جزء منه أو نوع منه سرقة بمعناها المفهوم، وهناك سرقة أخرى بالإكراه. فأذكر يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء شاب وقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا، يعني هو جايب يعني من النهايه زي من اخر الموضوع، فإذنني بالزنا. هو لما الاسلام بدا حرم الزنا، وكان موجود في الجاهليه قبل كده، فحرم الزنا، فجي الشاب يستاذن في ذلك. والزنا هو برضاء الطرفين، كويس؟ فجي يستاذن فيه الشاب علشان عارف ان هو مش عايز يقع في حاجه تكون ممنوعه في الاسلام. طبعا الصحابه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام ثاروا، وسيدنا عمر الخطاب يعني ذن لي أن أقطع عنقه وهكذا يعني. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عمل هذا الشاب؟ جاب الشاب وقال له ببساطة: أترضاه لأمك؟ قال الشاب: لا، فداك يا رسول الله. ومن يرضاه لأمي؟ قال: أترضاه لأختك؟ قال: نفسك. أنا أترضاه لعمتك، لخالتك؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد عليه، والشاب يرفض وينفي أنه ما حدش يرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر: هكذا الناس لا يرضونه، لا يرضونه لأنفسهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب وحط ايده على صدره، يعني يا ريتنا طبعا كنا موجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كل الشباب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان اصابهم دعوه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحط ايده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول نعم. الشاب: فما عاد شيء الي اكره من الزنا. نعم. ف
يعني ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، أنه يحصن فرج جميع فروج جميع الشباب وشبابنا وبناتنا، أن يطهر قلبهم ويغفر ذنبهم جميعا. طب دكتور أحب أسأل حضرتك برضو عن عشان ندخل برضو في الموضوع اللي أنا يعني بشايف أنه هو موضوع يمكن ربما غفله الكثيرون من القائمين على العمل الإعلامي، وهو التحرش الجنسي في العمل. يا ترى إيه هي أسباب انتشار هذه الظاهرة؟ طيب الحقيقة خلينا نتكلم عن المرأة، كيف تكون المرأة في الإسلام. المرأة الحقيقة أو في مجتمعاتنا العربية بشكل عام، يعني المرأة تخرج من بيتها في حالتين: إذا كانت هي محتاجة للخروج، محتاجة للعمل لو بنتكلم عن العمل، أو إذا كان العمل محتاج لها، زي مثلا الوظائف المعروفة من طبيبة أمراض نساء وممرضات وخلاف وحاجات زي كده. لكن إيه الشروط اللي تخرج بها المرأة؟ المرأة مصانة دايما، فإذا خرجت المرأة يجب أن تكون مستترة بحجابها. في نقطة هنا الحقيقة كثير من البنات يمكن وممكن السيدات ما مش فاهمينها كويس، او ربما ما عدتش عليهم قبل كده، او ربما فاهمينها بس مغفلينها. ايه هي شروط الحجاب؟ يعني كلنا بنقول الحجاب، الحجاب دلوقتي بقينا بنشوفه على كل الاشكال، ولكن طرحه على اي حاجه، فاي حاجه عليها طرحه بقى اسمه حجاب. الحقيقه الحجاب معناه هو ستر، ولذلك من شروطه اسمه ايه؟ ستر جميع البدن. ف المشكله دي فيها شقين: شق يعود طبعا على المراه وعلى الانثى بشكل عام، وشق طبعا يعود على الرجال والشباب. الشق الاول بتاع الانثى عشان يعني ننبه، يعني انا يعني المع في حديثك وكانك تلقي بالمسؤوليه في بالدرجه الاولى على الانثى. لا، احنا كلامنا عن شقين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى لما جه يكلم في اياته قال ايه؟ قال خاطب الرجال وخاطب النساء: يغضبن من ابصارهن، السيدات كمان يغضبن من ابصارهن، ويحفظن فروجهن، مش كده، ويبنين عليهن من جلابيبهن، يعني الايه بالترتيب بتاعها، والرجال يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، يغضبن من ابصارهم انا اسف، ويحفظوا فروجهم. فالخطاب للاثنين. النقطة اللي عايز أطرحها، لأن فعلا في ناس عندها جهل بهذه النقطة، يعني مش عارفة إيه هو مواصفات الحجاب. هي تعتقد أن الحجاب أنها تلبس الطرحة. لا، الحجاب له مواصفات معروفة. الحجاب يجب ألا يصف ولا يشف. يعني لا، يعني لا يصف، لا يصف يعني ما يبقاش ضيق. فإذا كنت لا إذا كنت لا إذا كانت لابسة البنت بنطلون ضيق أو جيبة ضيقة، فهي تصف جسمها، فده خرج بره إطار الحجاب. إذا كان يشف بمعنى أنه هو خفيف، مش تخين، مش قماش تخين، فيشف فيصف ما وراءه، فده فقط شرط من شروط الحجاب المهمة. أن يكون ساترا فضفاضا، ما يبقاش ضيق زي ما قلنا في الأول، وألا يكون من ملابس الرجال، كمان ما نتشبهش بيه بالرجال، وألا يكون زينة في نفسه، يعني ما يبقاش فستان محترم وطويل وكاسي، ولكنه مبهرج كل ورد من اوله لاخره. طيب دكتور معلش استاذن حضرتك في حاجه، ان احنا يعني انا مش عايز نتوغل في النظر الى هذه القضيه من المنظور الديني، لان للدين رجال يتحدثون عنه، ولكن انا بتكلم بشكل يعني وصف الملابس او كده، اعتقد دي ممكن تكون هناك رجال دين ممكن يتحدثوا فيها، ولكن يعني يا ريت تكلمنا عن القضيه بشكل عام، اسباب انتشارها ايه؟ يعني هل هي بالدرجه الاولى مسؤوليه ملقاه على عاتق المراه، ام ان الرجل هو الذي يبدا في هذا الموضوع؟ شوف، احنا كنا عايزين نقفل الشق الاولاني بتاع المراه، علشان اللي ما تعرفش كويس المواصفات دي تبدا تعالج هذه المواصفات، لانه اكيد هيدرأ عنها ايه جزء كبير من الفتنه. لكن الاجزاء الثانيه اللي تتعلق بالمجتمع بشكل عام وبالرجال والشباب بشكل خاص، رقم واحد العفه. نعم. وكثير من الشباب ممكن يكلمني يقول طيب ما هو دلوقتي الظروف صعبه، والواحد علشان يتجوز العمليه صعبه، والاقتصاد بايظ، ومش عارفين يعني كل الاسباب الاقتصاديه والماليه والماديه دي. نعم. ولكن اذكره دايما بمين؟ بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف عليه السلام، لما كان في قصر العزيز وعرضت عليه زليخه وهي سيده القصر، يعني قالت هيت لك، قال معاذ الله، مع انه كان ظروفه الماديه ما كانش متجوز ولا كان يقدر يتجوز ساعتها، رقم واحد. رقم اثنين، كان في مقام حاشا له ان يكون، يعني ولكنه كان مشترى زي عبد.
فمع كل هذه الظروف وكمان هي سيدة القصر التي تمكن له وتقدر تغلق أبواب القصر كله وتمكن له مكان آمن يأمن به على نفسه، ولكن قال إيه؟ معاذ الله. فهنا نقطة مهمة جدا نحط تحتها 3 4 5 خطوط، وهي العفة. العفة موجودة في كل زمان وفي كل مكان، والعفة جوانا، وهي اختيار زي ما احنا بنقول. فإذا كنت تستطيع أن تجعل العفة اختيار لك، فهتعبر يعني منطقة أو هتعبر خطوة كبيرة جدا في 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 الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. ده جزء. الجزء الثاني الحقيقة هو مرتبط بيه برضه، هو سوء الأخلاق والوازع الديني. يعني المجتمع كثير من 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 أفراد المجتمع نزعت أو رفعت من عنده الأخلاق بشكل عام، ومنها طبعا العفة. فتذكرة بالحديث الأولاني اللي قلناه، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه. فإذا إذا إذا تذكر دايما إن هو عنده حرمات يخشى عليها، فيعتبر دايما إن حرمات المسلمين هي من حرماته، مش المسلمين بس وغير المسلمين. يعني الكلام بشكل عام للمجتمع بأكمله. ولكن طبعا المسلم دايما له القيادة. يعني الجزء الثالث الحياء. يعني العفة دي عرفناه لما عرض على سيدنا يوسف حصل ايه. طب الحياء سواء عند الولاد والبنات او عند الرجال والنساء. لما جه سيدنا موسى ولقى ودخل مدين ولقى الأمة من الناس يسقون على البئر، وبعدين لقى ومن دونهم امرأتان تذودان، اثنين ستات مش مقربين ومش قادرين يقربوا. فسألهم فقالوا مش هنقدر نمد الدلو بتاعنا ونسقي، علشان اللي واقفين كلهم رعاة وناس ورجالة، وما نقدرش احنا كستات نخش هنا وعندنا عذر، خلي بالك. نعم. وأبونا شيخ كبير. يعني كان السؤال بتاعه اللي هو طب ليه ما عندكوش رجالة في العيلة يطلعوا يسقوا مكانكم؟ لا، أبونا شيخ كبير. فهم اضطروا إلى ان هم يعملوا عمل مقارب ل او يزحموا فيه الرجال، ومع ذلك ما زحموش الرجال، فسقى لهما. اللي عايز اقصده هنا ان لما عمل كده وهم روحوا البيت وحكوا لوالدهم، والدهم حب يكافئ هذا الشاب الشهم، فقال له قال لواحده فيهم تروح تشوفه فين وتندهله وتجيبه له. فالقران يوصف ايه؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شوف ازاي. ولذلك الحياء يعني من اهم شعب الدين. نعم يا دكتور، بس حضرتك برضو بتتكلم عن المرأة. اعتقد يا دكتور ان يعني انا بقول برضو رأيي وحضرتك يعني تصحح لي. يعني اعتقد ان يعني من واقع حالات كتيرة جدا موجودة على الارض الواقع، ان عملية التحرش في العمل بتبدأ من الرجل، خاصة اذا كان هو مسؤول، مستغلا في ذلك نفوذه، مستغلا في ذلك سطوته، مستغلا في ذلك مكانته في العمل. هل ترى أن هناك غياب رقابي عن المسؤولين في المؤسسات المختلفة من هذه الناحية بالتحديد؟ شوف، أصل إذا تكلمنا على الموضوع ده في العمل، فهناك يعني في عمل خاص وعمل عام. عمل حكومي ربما يكون فيه بعض المسؤوليات، وعمل خاص هيبقى المسؤوليه فيه تقتصر على صاحب العمل او صاحب المؤسسه او الشركه او رئيس مجلس اداره هذا الكيان الكبير وخلافه. نعم. فطبعا القواعد وارده، لان في النقطه دي هنقول كلمه يعني بالبونت العريض، وهي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء هذا الرجل صاحب الشركه او رئيس مجلس ادارتها او رئيس المؤسسه او مديرها، والناحية الثانية على القطاع الحكومي وخلافه بمسؤولياتها المتدرجة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يضع القواعد التي واللوائح الداخلية التي تتيح العمل بشكل جيد سواء للرجال أو للنساء، وحفظ كرامة الاثنين. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة واللي أعتقد حضرتك تقصدها في حديثك عن العمل، إن إيه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة مهمة جدا كمان غير الحجاب اللي اتكلمنا عنه في الأول، هو الحجاب الستر الخارجي. هناك ما يسمى بالحجاب النفسي. فيقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تخضعنا له بالقول. الخضوع بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني أحيانا من النساء من يكون صوتها رقيق، أو أحيانا من تسترق صوتها، فطبعا دي مشكلة أكبر. ف
فإذا قبلت من الرجال، هناك من الرجال من يتسم بالعفة ومن يتسم بالمروءة والشهامة، فيعني هتصعب عليه الموضوع شوية. لكن إذا اتصفت هي بأنها لا تخضع بالقول، معنى إيه الخضوع بالقول؟ إن لا يكون الصوت رقيق زيادة عن اللازم، ولا يكون الطلب فيه دايما بنهزر مع بعض طول الوقت وبنضحك مع بعض طول الوقت، والموضوع داخل في إطار الفرفشة أكتر من أنه هو داخل في إطار العمل والرسميات والجدية والرسميات بالضبط كده. وهناك من الناس من يستطيع تحديد أموره بشكل كامل خارج البيت وداخل البيت، ويقدر يتعامل مع كافة الشخصيات. فالنقطة دي برضو من النقاط الهامة جدا بالنسبة للنساء والبنات، وهي الحجاب النفسي، كيف يكون لك حجاب ساتر وحجاب نفسي. طبعا ده الجزء اللي موجود عليهم. الجزء الثاني المهم جدا اللي هو الدافع للتحرش عند الرجال او عند الشباب، احنا ذكرنا قصة سيدنا يوسف، فقلنا ما لكش حجة، الحجة عندك انت جواك في ارادتك، هل انت عندك عفة ولا لا، عايز تعف نفسك ولا لا. واذا حصلت او بدر منك مشكلة في اي وقت، تقدر تراجع نفسك على طول ولا لا، ولا تبقى متبع لخطوات الشيطان فياخدك لمكان تاني خالص. جي شاب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جايين قوم كلهم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجم قبلها المدينة، وتاني يوم هيصحوا يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حصل منه موقف في اليوم اللي هو اللي قبل ما يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ماشية جارية في المدينة فحط ايده على خاصرة اللي هو وسطها، يعني نعم. نوع من انواع التحرش الواضح. نعم. شاب صغير يعني، وعمل الفعلة دي. فقوم تاني يوم يعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عارف النبي عليه الصلاة والسلام. فقوم كل القوم جايين واقفين، تخيل بقى طابور داخل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص سمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عارفين ان ده افضل البشر، وجايين يبايعوه. ويجي اول ما يجي دور الولد ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يشد ايد النبي عليه الصلاه والسلام، يسحب يده ويعرض عنه ويقول له: أنت صاحب الجبيده؟ يعني انت صاحب، انت اللي شديت البنت امبارح من خصرها. فيعرف الولد على طول ويسترجع على طول ويستعيد ويقول له: لا اعود لمثلها ابدا، يعني حرمت. نعم. موقف عظيم وفظيع بالنسبه له، ابوس ايدك يعني بمعناها الدارج بالنسبه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ويقول له: الآن أبيعك. فالموقف ده مش هيبقى موقف هنا بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه موعدي معكم عند الحوض، إحنا مش لقائنا في الدنيا، موعدي معكم عند الحوض، تعال نتحاسب بقى ساعتها هناك. النبي صلى الله عليه وسلم معتقد أنه يعني إيه، يتمنى أن أمته كلها طبعا تيجي عند الحوض ويسقيهم، لأن هم سمعوا كلامه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع بعض الناس، الملائكة يمنعوا بعض الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، ويقولوا له: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، عملوا إيه بعدك، ده بهدلوا الدنيا يعني. ده نوع من أنواع الناس. النوع الثاني من يسقط لحم وجهه خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما اتبعش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما اتبعش هديه في كل اللي احنا بنقوله ده. طيب، هنا وضحنا دور الشباب ودور العفة معهم، ودور إن هم يرتجعوا ويعودوا ازاي عن ما هم فيه. طيب، الجزء اللي حضرتك بتقوله ان هو لو انا عندي بقى في العمل مديري، يعني انا اسف يعني خلينا نقول هي البنت عندها مديرها، نعم، او عندها صاحب العمل، فله سطوه عليها وله امر، وتخاف ان هو يعني يديها جيزه، ان هو يرفدها، ان هو في الحاله دي، لا في الحاله دي كرامتك فوق كل شيء وعفتك فوق كل شيء. ماذا تملك البنت اغلى واعلى من العفه؟ والكلام الغريب اللي دايما بنسمعه في على الميديا، يعني في التلفزيونات وفي الافلام من زمان، اللي هو يعني لا 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 لا، انت تحافظي على نفسك، هتقدري تعملي كل حاجه بس تحافظي على نفسك. الكلام ده غلط لما يخش في ذهن شبابنا وبناتنا، يبقى معناه ان كل شيء مباح، بس يعني ما نوصلش للنهايه، يعني الا الزنا. غلط طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. العفه هي اعلى المراحل، هي مربط الفرس اللي بنتكلم عنه النهارده. يعني هتكلم عن التحرش، يبقى لازم تتكلم قدامه على طول الكفة الثانية من الميزان، اسمها العفة، أيهما ترجح. الجزء الثاني طبعا المهم والمفروض على المجتمع واللي عامل مشاكل زي كده، طبعا عندنا نقطة مهمة جدا، وهي غياب الأمن في الشارع. إذا الأمن موجود بشكل كامل، أو بشكل يؤمن فعلا من يسير في الشارع. زمان لو حضرتك تفتكر، كان في
كان في حاجه بيسموها عسكري الدرك، وكان نعم. في دوري يعني ما هم فكروا ان هم يرجعوه قريب كمان. بالظبط. بس هي الحقيقه احنا يعني بنشوف افكار احنا، لكن تنفيذ الافكار ان يكون كل منطقه من مناطق مصر بتتقسم يعني او يعني كل قسم مختص بمنطقه بيقسمها لمربعات، والمربعات دي دايما يكون فيها كان بيبقى عسكري، مش يعني مش هقول لك امين شرطه ولا ضابط ولا عسكري، ولكنه مسؤول وحاسس بامن هذه المنطقه ويحرس الناس ليلا ونهارا. فغياب الامن طبعا يسبب مشكله كبيره. ليه؟ لان طول ما انت حاسس يعني هذا الشاب الذي لا يرضعه رادع. دكتور معلش يعني ممكن حضرتك بتقول غياب الامن، بس انا اعتقد ان التعبير الادق هو غياب الرقابه، لان الرقابه ليس بالضروره ان تكون رقابه امنيه. ممكن تكون رقابه اداريه، ممكن تكون رقابة يعني أيا كان نوع الرقابة، ولكن هناك نوع من الرقابة على المستوى الإداري ربما يشكل رادعا أو يعني يجعل هذا الرئيس يفكر أكثر من مرة قبل أن يقدم على فعل مثل هذا. معك حق. ما احنا قسمناها جزئين، جزء داخل المؤسسات وجزء في الشارع بقى بشكل عام، لان هو يعني مثلا في بعض البلاد في الخليجيه يبقى الميزه فيها ايه؟ ان الشارع منضبط. ليه؟ لانه في ضوابط، في رقباء زي ما انت حضرتك بتقول، في امن. ولكن اللي عايز اللي عنده مشكله هيعمل ايه في الحاله دي؟ هيستخبى ويعمل مشكلته دي في البيت. مثلا واحد عايز يشرب خمر، فتخيل لو في السعوديه ما ينفعش انه يشرب على الملأ في الشوارع لانه عنده مشكله كبيره، لكن يقدر يهرب هذا الخمر ويخش جوه بيته ويشربه، وفي الحاله دي هيتحمل هو مسؤوليته. وهنا نقطه مهمه جدا وهي المجاهره بالمعصيه. يعني اذا كانت بلد ما تساعد على المجاهره بالمعصيه فدي مشكله كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كل امتي معافى، كل امتي معافى الا المجاهرين. مين المجاهرين؟ اللي يبات ربنا سبحانه وتعالى يستره، عمل ذنبه يستره، ثم يصبح فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى، هو نفسه اللي يبدا يقول. والشباب بيعملوا كده كتير، يعني ربنا ستره، خلي بالك ربنا سترك ليه؟ علشان لا تعود ليها وتستغفر ويطهر قلبك. لكن تروح تبدا تقعد بقى مع مجموعه الشباب فتقول لهم ده انا امبارح حصل كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. المجاهره بالمعصيه بالشكل ده بتخلي الشباب يقولوا ايه؟ طيب ده فلان عمل، يعني شاف وقعة قدامه او أكيد. سمع عنها، حتى لو التاني كان بيحكي حكايه ما حصلتش، فبيبدا يقرب الموضوع لذهنه اكتر. طب دكتور حضرتك في 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 مستهل هذه الحلقه ذكرت معدلات وذكرت نسب وذكرت احصائيات وتحدثت عن احصائيات. هل في رايك او هل تعتقد ان هذه الاحصائيات تمثل او على الاقل بقدر كبير حقيقه المعدل الحقيقي لهذه الظاهرة؟ طيب هو دايما أي إحصائية بتتعمل بيبقى عينة من الناس ويبدأوا ياخدوا منها يفرزوها يعني. لكن الحقيقة هقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. التحرش له أنواع. فهناك تحرش لفظي، وده ممكن يحصل كتير في الجزئية اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي في العمل. نعم. وخاصة في الشركات اللي فيها الأمور مفتوحة شوية، مثلا زي شركات مالتي ناشونال ولا حاجة، والناس واخدة على بعضها بشكل كبير ومفيش فروق واضحة قوي بين الرجال والنساء يعني في التعاملات. فممكن يحصل حاجات زي كده إذا لم تراعي الأنثى جزئين مهمين جدا، وهو الحجاب الساتر والحجاب النفسي. الحجاب النفسي مهم جدا على فكرة. في ناس كتير جدا ممكن تبقى مش لابسه حجاب ساتر بشكل كويس، ولكنها عندها تراعي هذا الحجاب النفسي بشكل قوي جدا، بمعنى انها تعاملاتها واضحه مع الناس، عارفه تحط حدود بشكل كويس، تعرف امتى اللي قدامها تبدا تقول له هنا الريد لاين ما تقدرش تتحرك تاني بعد الخط ده. طبعا اذا استكملت الحجاب الشكلي بس يعني انا طبعا بحترم واقدر جدا راي حضرتك في اهميه الحجاب واهميه الحجاب النفسي زي ما حضرتك ذكرت، ولكن يا دكتور برضو يعني الظاهره والوقائع والادله تدل على ان هناك حالات كثيره السبب فيها الرجل بالرغم من تحشم المراه، وده يمكن بنشوفه حتى في المناسبات وفي الاعياد طبعًا. يعني سبب كبير جدا الحقيقه هو الشق المفسد في الاعلام، بمعنى ان من زمان جدا تربى الشعب المصري على ان المشهد الفيلم بيحصل ايه؟ البطل بيفتح الشباك عادي خالص،
ففجأة لقى البطلة الناحية التانية جارته فتحت الشباك عادي برضه. فبيقوم المخرج منزل هنا الموسيقى التصويرية تتتتا، ففي حاجة يعني كأن في حاجة خطيرة هتحصل دلوقتي. نعم. والعادي والطبيعي ان الشاب الدون جوان اللي السينما المصريه دايما بتجسده ان هو ده الولد الفتك، الولد يعني النموذج، الولد اللي مقطع السمكه وديلها، الولد اللي المفروض تكون عليه يعني. نعم. انا بقول للشباب الصغيرين اللي هم التينيجر بقى اللي هم 13 و14 و15 سنه اللي لسه طالعين يشوف الدنيا عامله ازاي، فبقول له خلي بالك انت لو بقيت النموذج ده هو ده النموذج المثالي. فبحط عنده في عقله اللاواعي اصلا شكل وكاركتر اللي المفروض يكون عليه. نعم. ومع غياب طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني او تقليص او تضئيل النموذج الفظ طبعا والجميل وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يجب ان ابرز للشباب هذه الصفات الجميله والكريمه عند الانبياء والصالحين لان دول افضل خلق على وجه الارض. طب دكتور حضرتك انا يمكن يعني في سؤالي اشرت الى موضوع الاحصائيات اللي حضرتك ذكرتها، ويمكن اقول لحضرتك ايه هو الهدف من السؤال ده او ايه هو مغزى السؤال. ان يعني بسؤال كثير من الخبراء كان الكثير يرد ب او لا توجد اجابه محدده حول معدلات هذه الظاهره في مصر، وكان التعليل لذلك هو انه لا توجد هناك مسوح كافيه لتغطيه مثل هذا الشكل او هذا الشكل من اشكال الانحراف. ايه راي حضرتك في ده؟ والله بص، هو بقى الموضوع دلوقتي بنلمسه وبنشوفه، يعني تقدر تشوفه في أي وقت من الأوقات في الأماكن العامة، ودي مشكلة. تقدر بنفسك تعمل إحصائية وانت ماشي من الصبح لآخر النهار مثلا وانت رايح شغلك وراجع. لكن الحقيقة هو في نقطة مهمة جدا، وهي مشكلة كبيرة تكاد تكون عند كتير من الشباب، وهي الفراغ ومعها الصحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. فاذا كان يتمتع بالصحه، طبعا اللي عنده مرض ربنا يشفيه ويعافيه دايما بيبقى ايه مشكلته ان هو يتداوى ويتعالج. طيب اذا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالصحه وكمان عندك الفراغ، عندك وقت كبير ما بتستغلوش، فتبدا تعمل ايه؟ اذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. نعم. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت بتدور على ايه؟ يعني محتوى دماغك عامل ازاي؟ فهناك قصه ظريفه وخفيفه جدا بتقول ان كان في رجلين في قريه وفي مدينه. البندر بقى يعني حاجه كبيره كده وجميله يعني. فاهل القريه عايشين طول عمرهم في القريه، وبعدين في فكروا ان هم حد فيهم يروح للمدينه، ففي رجلين تبرعوا قالوا ان احنا هنروح الرحله دي ونرجع نحكي لكم على ايه اللي حصل. فراح الرجلين للمدينه وقعدوا فتره ما، وبعدين رجع اول واحد فيهم. فاول ما رجع اول واحد والقريه عرفت راحوا جريوا كلهم بسرعه وتلموا عليه. ايه اللي حصل؟ لقيت ايه في القريه؟ قال لهم لقيت القريه كلها خمارات ومواخير زي ما بيقولوا ونساء عاريات و و و، وفضل يقول لهم على مساوئ كثيره جدا شافها في القريه في المدينه. فبعد شويه بعد يومين رجع الراجل الثاني، فلما رجع لاحظ ان ما حدش من القريه جاله خالص ولا ساله. فراح لهم هو قال لهم الله يا جماعه انت ما حدش سالني ايه اللي حصل هناك. فقالوا له خلاص ما احنا عرفنا. قال لهم طب عرفتوا ايه؟ فقالوا له كذا وكذا وكذا من المساوئ. قال لهم مين قال الكلام ده؟ لان رحت المدينه لقيت مساجد وعباد وصوامع للعباده وناس محترمه و و و، وفضل يعد لهم من فضائل المدينه. كده خلصت الحكايه. الحكايه تشير الى حاجه مهمه جدا. انت رايح تدور على ايه؟ يعني اللي بيسمع عن المدينه ده هو رايح يدور على الاجزاء اللي هو شافها واهتم بيها، لان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح. أكيد طبعا. وفيه المميزات وفيه العيوب. أكيد. ولذلك شبابنا ورجالنا اذا كان اتجاههم انه حط الصوره اللي السينما حطتها له زي ما بنقول، وبيرسم نفسه لهذا الدور وهو الرجل الدون جوان، مش ده المقصود ابدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خير للمتحابين خير من التزويج. يعني خلينا نقولها بس عشان ما نغلطش في النص، ان احسن حاجه للاثنين اللي بيحبوا بعض انهم يتزوجوا. ده برضو عشان انا بخاطب الشباب دلوقتي، علشان لو قال اصلا انا معجب إيه حضرتك بتتكلم عن ان هناك وسيله مشروعه طبعا للوصول الى ممكن اذا كان هناك طبعًا اعجاب او كده. طب دكتور عشان فاضل اربع دقائق بالظبط، اربع دقائق على انتهاء الحلقه. أيوه. فانا يهمني بس يعني جزئيات مهمه جدا في هذا الموضوع.
او الشق الاول فيها هو ان كتير جدا من الاناث اللي بيتعرضن لمثل هذا النوع من التحرش، وانا اقصد العمل في العمل، بي 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 يعني بيخافوا يشتكوا، بيخافوا يتكلموا، وده ممكن يكون دافع اكبر للجاني ان هو يستمر وان يتمادى في عمله. راي حضرتك في ده؟ شوف، يقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: عبدي لي عليك فريضه ولك علي رزق. طيب فان خالفتني في فريضتي، تفتكر المفروض يبقى الرد ايه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى فان خالفتني في فريضتي، يعني ما عملتهاش او ما اديتهاش ليا، لم اخالفك في رزقك. معنى الحديث ده انه ببساطه طالما ربنا سبحانه وتعالى خلقك، اذا فهو متكفل برزقك من حياتك حتى مماتك. نعم. فالنقطة الحاكمة والمالكة دايما عند البنات او عند السيدات انه هسيب اكل عيشي، هسيب رزقي، هسيب، لا انت مش هتسيبي رزقك. انت هتسيبي مكان بس بينزل فيه رزقك، لكن هتروحي لمكان تاني اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيشيل رزقك من هنا ونازل هو في مكان تاني. فاذا كان التفكير في النقطة دي فانسيها تماما. اذا كان التفكير في البوزيشن اللي وصلت له والوضع الموجود اللي انا موجوده فيه دلوقتي جوه الشركه، و خبرتك رايحه معاكي من مكان لمكان تاني، ولكن كرامتك وعفتك اذا فقدتيها في مكان فمش هتلاقيها خالص في اي مكان تاني. يعني هيروح معاكي رزقك، رايح معاكي في مكان تاني، خبرتك رايحه معاكي في مكان تاني، تعليمك وعلمك رايح معاك في مكان تاني، لكن كرامتك وعفتك اذا فقدتيها في مكان فمش هتلاقيها في اي مكان تاني. راي حضرتك في من يصف التحرش الجنسي في العمل بانه شكل من اشكال الفساد، وانه لابد من تناول تلك القضيه على انها شكل من اشكال الفساد اكثر من ان ينظر اليها من منظور حقوقي، راي حضرتك في ذلك؟ يعني انا شايف ان هو في شقين مهمين. شق فيهم هو فساد اخلاقي، اذا قلنا يتعلق بالعفه عند الطرفين، كويس، وجزء ثاني يتعلق بالمنظومات زي ما اتكلمنا اللي هو الرقابه، سواء في 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 المنظمات الخاصه او في المنظمات العامه. في المنظمات الخاصه ملهاش حاكم لان هناك رئيس واحد لهذا العمل، اذا كان التعامل معه هو شخصيا فتبقى مشكله كبيره، اما اذا كان التعامل مع مديرين في مستوى اداري اقل فربما يكون الرجل الاول في المؤسسه هو اللي يقدر يحل المشاكل دي. فالشقين دول دايما موجودين مع بعض، الشق الاداري او التنظيمي والفساد الاخلاقي. والفساد الاخلاقي انا في رايي هو الذي نعاني منه في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه. دكتور، تحت عنوان هل يرضيك؟ 1-2 اجابه مختصره جدا. هل يرضيك التناول الإعلامي لقضية التحرش الجنسي؟ لا. هل يرضيك الموقف القانوني والعقوبات المفروضة حاليا وفق قانون العقوبات؟ على يعني هل ترضيك كرادع بالنسبة لقضية التحرش الجنسي؟ على حد علمي انها في حدود 3 شهور للمتحرش، ودي غير كافية. غير كافية. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، طبعا اسعدتنا بلقائك، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بنشكر ضيفنا العزيز الدكتور سامح مختار، محاضر التنميه الانسانيه، واتكلمنا النهارده عن التحرش الجنسي في العمل، ويمكن الدكتور سامح اتكلم عن جانب ديني من الموضوع، عن الجانب الاجتماعي ايضا، بنشكره، ونلتقي بحضراتكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج الصحة اليوم، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.